بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومع مواعظ ليالي رمضان وحلقة اليوم بعنوان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومعلوم أنه جزء من آية من سورة المطففين. أيها الأحبة الكرام، الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فاستبقوا الخيرات. وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب العالمين. وكان هذا دأب الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذا أتى ذكر الجنة يسأل الله تبارك وتعالى الجنة، وإذا أتى ذكر النار يستعذ بالله تبارك وتعالى من النار، فيقول: اللهم أجرنا من النار. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا رب سلم يا رب. أيها الحبيب، ها هي أيام وليالي الخير العظمى قد أقبلت، فاستبقوا الخيرات. قال الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا في سورة الحديد. أما في سورة آل عمران: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في الحديد: وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يقول العلامة ابن رجب رحمه الله: لما سمع القوم ذلك فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة، والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، فيحزن لفوات سبقه، فكان تنافسهم في درجات الآخرة ويسابقون ويسارعون في ذلك. ثم جاء من بعدهم قوم فعكسوا الأمر، فصار تنافسهم في الدنيا الدنيئة وحظوظها الفانية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا هو الذي حدث بالفعل الآن، تنافس الناس إنما على أمور الدنيا وليس على أمور الطاعة. فإياك أيها الحبيب أن تنافس من أجل الدنيا، فإنها منافسة على لا شيء، وستكون النتيجة لا شيء بل الخسارة. يقول الحسن رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا، واحد بنفسك في الدنيا، يعني عايز دايما يثبت أنه هو أفضل منك في الدنيا، أنه هو عنده اللي مش عندك، وهذا يعني طبعا من الجهل. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال: من نافسك في ديني فنافس، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحري. يعني الخلاصة أنك أنت لا تنافس أحد في أمور الدنيا أبدا. قال رجل لمالك بن دينار رحمه الله: رأيت فيما يرى النائم مناديا ينادي. يعني هو شاف رؤية، وطبعا الرؤية يعني من المبشرات، قال صلى الله عليه وسلم: ولم يبقى يعني من النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. فيقول مالك: قال رجل لمالك بن دينار يعني رحمه الله، يقول: رأيت فيما يرى النائم مناديا ينادي: الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. فصاح مالك: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وغشي عليه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، وإنها لما نالت هذه المنزلة، يعني الخلافة، وليس في الدنيا منزلة أعلى منها، تاقت إلى ما هو أعلى منها، يعني الآخرة. ده عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقال يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها الحبيب، كن بقلبك بل بكلك مع القوم الذين قال عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله: رفع لهم علم الجنة فشمروا إليه،
رفع لهم علم الجنة فشمروا إليه، ووضع لهم صراطها المستقيم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد. أيها الحبيب، هذه أيام العشر، هذه أيام العشر ولياليها، فيها الخيرات والبركات، فيها الأجور الكثيرة والفضائل الجزيلة، فيها تزكو الأعمال وتنال الأمال، كيف لا؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يسهر ليله ويوقظ أهله كما قلت لكم بالأمس. أيها الأحبة، هذه العشر تملأ فيها المساجد، يخشع فيها الراكع والساجد، ينهض إلى الخيرات كل قاعد، ويصير الراغب كالزاهد. فاللهم أعنا على طاعتك والمنافسة على جنتك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الأحبة الكرام، هيا استعدوا لقيام هذه الأيام العشر والتهجد والاعتكاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا البر والتقوى. أنا أقول اللي عايز إن شاء الله يتابع هذه الحلقات، أنا إن شاء الله تبارك وتعالى سأسجلها جميعا الليلة، لأني سأنقطع عن هذا العالم الأزرق، عالم الفيسبوك يعني نهائي إن شاء الله تبارك وتعالى. ونتقابل مع حضراتكم يعني في أيام العيد إن شاء الله تبارك وتعالى، ونهنئكم بالعيد. لكن من يريد أن يتابع هذه الحلقات عليه أن يتابع قناة اليوتيوب الخاصة بنا بفضل الله تبارك وتعالى، فإني سأسجل هذه الحلقات وسأقوم بعمل جدول لها، يعني أن تعرض في كل يوم حلقة كما كان في السابق من بداية رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. تقبل الله عز وجل مني ومنكم. القناة اسمها قناة دار حياة القلوب لتحفيظ القرآن والسنة النبوية والقراءات العشر إن شاء الله تبارك وتعالى، فموجود عليها إن شاء الله يعني كثير من الدروس يعني في المتشابهات والتجويد والتفسير والتدبر. ونسأل الله عز وجل أن يجعلها زادا لنا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.